حنايا حتى البارح تخيلي حتى الاخر لحظه اوديو هو عندي قال لي غادي تفهمي معنا كي تشوف تلاقاو غدا في المحكمه انا بغيت غير رزقي وغادي ندير لك المسامحه قال لي واخا مرحبا اليوم ديت حدا المحكمه تيعاير هذا جايين باغيين فلوسكم والله يا دين المهم شي مصطلحات امبوسيبل شنو غنقولها شوف انا ما تنبغيش واحد يضرب سبابي ما تنبغيش حدا الضرر حتى شي واحد ما نبغيش شي واحد يضرب كل ما بغى يكون فهمتي واعي واش كاين من الانسان باش يحق راكو باش يدير هذا الشيء حنا ما لا اله الا الله صافي عزيز اختي واش بغيتي تقولي للناس اللي تيطيحوا راسهم في هذه المشاكل تيوليو واصل تنقول ليه شوف بنادم الانسان الا كان عندك فكر باش عاميه الا كان عندك ما تصلح ما تتعداش على الناس راه فهمتي القانون فوق الجميع وفوق الله شوف حنا خرجنا منتصرين ولكن في رغم الحال رغم ذلك ما بغيناش حنا ما بغينا الضرر حتى شي واحد كان حبادا انه يكون قاد معنا وصابنا شي ولكن ديك الطلايب ولا تيطلب وتيزاوق راه تيأثر حنايا انسانيين كما بغى يكون الحال ولكن القرار ديال القاضي التحقيق اختي الضرر ما تبغي حتى شي واحد كما بغى فهمتي كما بغى يكون كنا حنايا ربما قلنا راه السيد غادي هاد الضغط هاد الشيء غادي يخليك تكاد المشكل ديالك بلا 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 ما يوصل هاد الشيء كامل ما بغيناش ليه لا كان اليوم التقديم كان فهمتي كان التقديم اليوم جينا حنايا وبقينا تنتسناو وما حضرش هو وموراها فهمتي عاود بقينا رجعنا عند الوكيل وصيفط عاوتاني عيط المسطره باش رجعات وعاودنا دخلنا راه من 9 حتى لدابا السكر طاح لي قلتي لي واحد الكلمه قلتي لي بان نحن انتصرنا ولكن خارجين كاعين حيت الانتصار غيخرج فرحان وغيبغي ليه الحظ حيت حنا ماشي في حرب حنا تنطلبوا حقنا انت تتقول هادشي راه ملي تكون انت في حرب مع شي واحد ولا باغي ليه الشر حنا ما بغيناش الشر شي واحد فلوسكم حنا كنا تنقولوا ربما هاد السيد غيخدم دماغه شويه الا ما عندوش ولا عقل غيكون عند غير المحامي غيقول له شنو دير وشنو دير ما فهمتي ما بغيناش حنا يوصل لهاد الدرجه ما بغيناش يكون قاصح يقصح دماغه حتى لهاد الدرجه هذه واش كاين معكم من الناس اللي تنازل على الحق ديالو شكون اللي تنازل على الحق ديالو من الناس اللي كان نازلت نازل حمزه ما عرفتش انا شنو وقع بيناتهم هو اللي قال فمو الوكيل قال لي انا شديت مليون هذه يومين هذه قال لي متى خديتهم قال لي 48 ساعه قال لي ودابا انا جيت تهضر قال لي حقا حلمت وبغيت بغيت نقي على ضميري واش حلمتي وضميرك صحا عامل شديت 10000 درهم ما عنديش فكره فهمتي انا عندي قال لينا هذا بالنسبه للجوادي باش نعطيك شي معلومه ما متاكدش الجوادي هبطوا هبط في حاله عتيقه عزيزه كلمه اخيره اش بغيتي تقولي للفنانين باش ما يبقاوش يضيعوا الفنانين ويطيحوا تنقول لهم شوف راه كل شيء الفنان راه عالم بهم الله الانسان ملي تيخرج يخدم راه تيخرج باش يوصل واحد الرساله الرساله اللي تنوصلوا حنا بالفعل ما بغيناش نوصلوا من باب المحكمه راه الحشومه راه عار ما نطيحوش مع بحال هادنا ما تجيش ما نطيحوش في هاد المواقف بحال هكا راه حشومه فنانه نبداو نشوفوا بعضياتنا اه راه حشومه جميل وشاركين مع الطعام ما تنما المشاهدين واش ما تقدروش تسامحوا ليه حقنا رزقنا نحقق فهمتي حقنا كل واحد راه شوف تجلس مع اي واحد فينا غتقول لك ظروف ديالو عال بها الله حتى واحد ما هذا ما طلبناش شي حاجه فهمتي راه مازال فوق هادشي كله راه انا عندي جوج شكايات راه شكايه اخرى ديال التشهير وديال السب وديال وما خلى ما قال فيا قدام هذا وانا راه بولادي بحفايدي بنسابي شي حشومه يقول فيا ديك الهضره واحد اللي خصك يكون هو حاس بالمعاناه ديال الفنان حاس بالظروف اللي تعيش بها فيها لهذا خصو هو يكون اول واحد اللي تيحس بك فهمتي مازال انسان لكن الا كان انسان واحد اللي تنقولوا هذاك راه لاباس عليه وما ما داش بالفقر ما داش فهمتي بالاحتياج ما داش شي نقولوا ما غايحش بهذا ولكن انت راك عشتي والظروف كامله اذا ما عرفتش نقول لك لا اله الا الله شنو هما التهمه اللي تابع بها راه خيانه الامانه فهمتي ولا ما هادشي راه ما نقدرش نعطيك انا شي حاجه اللي ما متاكدش من المحضر مادام فهمتي تتابع فهمتي تعتقل الا راه كاين راه القانون انا راه خدمنا مع 27 يوم خديت فيها 10000 درهم اللي اعترفت بها انا قدام كل شيء انا يوم من معدل اش من معدل اش في النهار 1000 درهم 27000 فهمتي الثمن ديال هذا خدينا 10000 درهم وباقي عنده الباقي صافي هادشي اللي عطانا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام